مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم: هل ينصح بإجراء اختبار الحمل صباحا؟ يعتبر اختبار الحمل المنزلي الوسيلة الأولى التي تخطر في البال عند الشك باحتمال حدوث الحمل، وذلك للتأكد من النتيجة التي عادة ما تكون صحيحة في حال اتباع التعليمات بشكل دقيق، مع الإشارة إلى أن هذا الاختبار لا يغني عن اختبار الدم الذي يؤكد حدوث الحمل بشكل لا يدعو للشك. يمكن إجراء اختبار الحمل المنزلي بعد حوالي يومين من تأخر الدورة الشهرية، ولكن يفضل الانتظار لمدة أسبوع للحصول على نتيجة دقيقة، ويعود السبب إلى أن البويضة المخصبة تحتاج إلى فترة معينة من أجل الالتصاق بالرحم فيما يعرف بانغراس البويضة، حيث يتم تشكيل المشيمة. بعد الاطلاع على الفترة التي يجب انتظارها من أجل إجراء اختبار الحمل المنزلي، فإن الصباح يعتبر الأفضل لإجراء التحليل. أما بشأن السبب، فيفضل إجراء تحليل الحمل صباحا لأن تركيز هرمون الحمل يكون في أعلى مستوياه عند الاستيقاظ من النوم صباحا. تصل دقة تحليل الحمل المنزلي إلى 99%، وعادة ما تكون صحيحة في حال اتباع التعليمات والإرشادات الطبية، إضافة إلى التأكد من عدم وجود عوامل مؤثرة في النتيجة مثل بعض الأدوية. وفي حال الحصول على نتيجة سلبية رغم وجود الحمل، فقد يعود السبب إلى احتمال إجراء التحليل في وقت مبكر، أي قبل مرور أسبوع على انقطاع الدورة الشهرية، أو قراءة النتيجة قبل مرور الوقت اللازم. هناك العديد من اختبارات الحمل المنزلية، إلا أن نصيحة إجرائه صباحا تنطبق على جميع أنواع التحاليل، مع أهمية استشارة الطبيب بشأن التعليمات والإرشادات اللازمة والهامة، والحرص على إجراء اختبار الحمل الذي تعتبر نتيجته مؤكدة.